سواليف منحازون للوطن. يعطيك العافية أستاذ علاء. أبرز الرفاع اليوم أو الحيثيات الجلسة. قدم الدفاع المرافعات الخطية كانت على 23 صفحة، أهم ما ورد فيها تم طلب إعلان براءة المتهمين عن التهمة الأولى والثانية المسندة اللي هي مناهضة نظام الحكم والأعمال من شأنها. سيد علاء اسفين، ما الذي جرى اليوم سيدي؟ استنى خلينا نجهز كاميراتنا، دقيقه اسفين هديله بس عشان ايد كنا سوا. يلا ثواني بس دقيقه. قدم الدفاع المرافعات الخطيه عن المتهمين وكانت على 23 صفحه، اهم ما ورد في المرافعه هو طلب البراءه للمتهمين عن التهمه الاولى والثانيه اللي هي مناهضه نظام الحكم، والتهمه الثانيه اللي هي القيام باعمال الفتنه. مواد الجلسة القادمة، ما الذي قدمته النيابة العامة بالمقابل؟ النيابة العامة ختمت بياناتها في جلسات سابقة. نعم. اللي هم شهود النيابة اللي استمعنا لهم. لم تقدم مرافعة أخرى اليوم؟ لا، المرافعة النيابة في الجلسة الماضية قدمت مرافعتها. ماذا ردت المحكمة؟ أمهلتنا لتقديم المرافعة في هذا اليوم وتم تقديم المرافعة في هذا اليوم. تمام، الخطوة القادمة القرار يوم الاثنين القادم. قرار النطق بالحكم. النطق بالحكم. نعم. توقعاتك بالنطق اليوم الاثنين القادم؟ ما في توقعات. نعم. في أي ساعة؟ الساعة 10 صباحا. نعم. توقعاتكم؟ التوقعات للمحكمة مش لنا، القرار للمحكمة. في حال قبول التمييز راح نروح على محكمة التمييز. قطع له بقرار. نعم. طيب في حال إدانتهما بالتهمتين ماذا سيحصل؟ ما هي الأحكام التي توقعها؟ أنا جاوبت قبل شوي. نحن ما كنا موجودين. سنقوم في الطعن أمام محكمة. لا، هو يقول لك ما هي العقوبة المتوقعة في حدها الأدنى وفي حدها الأعلى. نقدر نتوقع العقوبة، هذا السلطة التقديرية للمحكمة في حال المحكمة قررت الإدانة. عوض الله والشريف حضر اليوم؟ نعم يا سيدي. قال شيء؟ لا. شكرا.